في طرابلس نظمت الحملة المدنية لحماية شاطئ الميناء نشاط سيران ترفيهي على العقار الوهمي المتنازع عليه أمام القضاء في مقابل جامعة بيروت العربية تحت شعار هيدا سيراننا هيدا شطنا، وذلك لإطلاق حملة للإسراع في بت موضوع العقار البحري البالغ مساحته 33 ألف متر مربع ويمتد من الكورنيش البحري إلى داخل المياه، حيث أعطي الحق بالتملك على الشاطئ. وقد تضمن النشاط حملة تنظيف وفرز نفايات للشاطئ إضافة إلى نشاطات ترفيهية، ورفع المشاركون اللافتات التي تطالب بحماية الشاطئ من التملك والضم والفرز. وقد طالب المنظمون والمشاركون القضاء بحماية الشواطئ اللبنانية من الشمال إلى الجنوب.